بالله انا نحكي مع واحد في القهوه البارح. شنو يتسميه قريتها مره النعم المخفيه. الواحد ساعات بالمشاكل وبالستريس ينسى النعم اللي ربي نعمه بهم. النعم المخفيه كي تقوم تلقى روحك تسمع تشوف تتنفس تنسيهم. نجم تمشي تنسيهم نجم تتحرك تنسيهم وما تحمدش ربي عليهم. معناتها حتى كي تتذكرهم حتى من معنوياتك تتهز. كيفاش معناتها اهم حاجه باش تبدا نهارك وانت فرحان وانت تحمد في ربي وانت فرحان باللي ربي نعمه عليك الكل. الحمد لله. سامحني الدخله هذه امبروفيزي ما حبيت نسالك عليها خاطر انت قوتك انك تفيق المواطنين بحاجات بسيطه تنجم تبدل له حتى تفكيره. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النعم اللي ربي سبحانه وتعالى نعيش فيها فضل كبير من الله عز وجل. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. ربي سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمه فمن الله. لو كان الواحد باش يتفكر في النعم نعمه واحده وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. اما يكفي الحديث هذا باش تعرف النعم اللي انت تعيش فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اصبح منكم امنا في سربه يعني امن في داره وفي اهله. خيالنا اليوم في غزه يعني يذبحون ويقتلون ويشردون يعني نسال الله ان ينصرهم وان يربط على قلوبهم وان يسكن جراحهم ويطفئ نار حربهم. يقول من اصبح منكم امنا في سربه له قوت يومه معافا في بدنه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني كانها الدنيا الكل عندك. كي ربي سبحانه وتعالى يعطيك صحه بدنك ويعطيك قوت يومك وامن في دارك ومع وليداتك ومع اهلك. لكن اليوم التهافت على الدنيا ويعني والحسد والحقد والناس تنافس في بعضها. وربي يقول لنا اعلموا انما الحياه الدنيا يعني قال اعلموا انما الحياه الدنيا زينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره هو الصحيح وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه حقيقة الحياة وهذه حقيقة الدنيا نغتنمها في طاعة ربي سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.